السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالتي بال ناتورال. كنتمنى تكون لاباس عليكم. الفيديو ديال اليوم خلاتكم فيه شويه، جيت لكم بلا ميك اب حيت هذا الفيديو هذا تشالنج غنديروا فيه ميك اب في 5 ديال الدقائق انا وويصال. ويصال واحد البنت اللي عزيزه عليا كنتبعها في الانستغرام في سناب شات ومنذ البدايه ديالها في القناه ديالها في اليوتيوب، وصافي ان بليزير ندير انا وياها هذا لو تشالنج. وشكرا لها حيت صبرت عليا لانه ما عنديش الوقت، وقلت لها راه ما عندي لا ايدي لا وقت، الفكره كانت ديالتها. وشكرا بزاف ليك ويصال. دونك الفيديو ديالي غنديرو في اقل من 5 ديال الدقائق، وغادي نشوفوا واش نقدر ندير هذا التشالنج ولا ما نقدرش نديرو. وتنتوما البنات اللي قدرتوا ديروا قولوا لينا اون كومونتير. دونك انا شنو درت؟ الحاجه اللي درت انني وجدت كاع لي برودوي اللي غادي نخدم في هاد الفيديو حدايا، لان هي الحاجه اللي كنضيع فيها الوقت بزاف. حتى نبقى نقول اش من كوشاريف غادي ندير، اش نخدم في انيا، اش من هادي اش من هادي. دابا خليت راسي بورني في واحد شويه ديال لي برودوي اللي غادي نخدمهم ان شاء الله. هاد الفيديو هادي ديما الفيديو اللي دو توتو اللي درت لكم في الميك اب قبل، غنخليكم في هاد لو اي اللي هنايا. كنت كنبين لكم الميك اب الاول عاد كندير لا فيديو، درت العكس باش ندير لكم شويه ديال السسبانس باش تشوفوا وجهي قبل وتشوفوا تبغيو تبقاو تشوفوا معايا الفيديو حتى الاخر وتشوفوا لو ريزولتا. دونك ها هو المينيتور، درت فيه 5 دقائق وغندير معكم هاد الميك اب، وغادي ندوي لكم ندوي معكم اون ديريكت. ما غاديش ندير لا فوا اوف حيت خاصني ندير 5 دقائق بصح، ما نسرع حتى شي حاجه ما نقطع حتى شي حاجه، ندير لكم داكشي كامل اون ديريكت. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه هي الفون دو تان، وكيف ديما انا باقا كنخدم هاد التولغين هذا الباج كلير. غادي نخدم هاد لو بانسو هكذا لي بلان. هاد الفون دو تان اللي كندير ديما خديتو من عند خديتو من بارا فارماسي اون لي شي بارا. كيجوني بزاف الاسئله من عند البنات يقولوا لي لافي ديالي واش لي بارا فارماسي لي اون لين حيت لي بري تاعهم ناقصين، واش هما لا علاقه لي برودوي ولا واش ماشي لي فري ولا شي حاجه. مي سي با لو كال البنات، غير همايا مثلا انا اللي فكرت فيه زعما ما عرفت صراحه جي اوكون ايدي، غير حيت ما تيكريوش لو لوكال ما تي يعني فاش كتمشي عندهم لي برودوي كيكونوا عندهم كاملين، يعني ما كيحوش انهم يديروا واحد لوكال ويديروا داك الزواق وداكشي كامل، داكشي علاش لي بري سون موان شير. مي ان توكا غادي نحاول نقلب هاد القضيه ونفهم علاش لي بري ديالهم اي سون موان شير كو لي بارا فارماسي هكذا اللي كنمشيو لهم برجلينا. دونك ليتاب ديال الفون دو تان دارت. دابا غادي ندوز ندير واحد العباره اللي شفتها في لا فيديو ديال ساندريا واللي عجبتني بزاف. انا باقا خدامه بهاد لابريت الشينوا، البنات اللي قالوا لي ما تخدميش لي برودوي الشينوا، مي غير نلقى الوقت ونمشي لفيرجن ميكا ستور وناخد ناخد الفون دو تان ديال الكاتريس، وما غاديش نبقى نخدمها. دونك نحاول ندير هكذا التخربيقه اللي شفتها في ساندريا، خدمت هاد لا كولور هادي. غادي نجي نبلاندي هادشي كامل، نسربي لونتيسير ناخد هدا تا هو نفسو. غنديرو حتى هنا حيت ما عنديش الوقت باش ندير لا باز ديال فيغو بوبيير. الوقت كيجري بالنسبه للبرونزر ناخد هذا ديال اسانس، ناخد هاد لو بانسو هكذا. اي صراحه ما تحبش الوقت غادي يدوز دغيا هكذا، ما عنديش الوقت باش هو نيت اللي غندير فوق عينيا جوست باش نكروزيهم شويه. باقي جوج دقائق بشويه عليا. غادي ندير لو كونتورين مزيان، غناخد هاد لاباليت هادي فوريو ديال مارينو، وغناخد لو البلوش الغوز ديالها.
قالت لي 34 دقيقة ناخذ هذا القلم هذا ديال فلورمار. سال الوقت، انا ما كملتش لو ميك اب، سي با غاف، غادي نكملو هكذا. هذا فوق منه، ودابا غادي نزيد باش غير باش نكمل ميك اب، لانني غادي نفيلمي دوطخ فيديو باغ ابخي اللي غادي تشوفوهم. غادي نزيد شويه ديال الفارا بوبسيغ الدوغي هنايا غير باش نكبر لو ريكار. هاد نيت هاد لو فار ديرو كايلايت هنا. انا عارفه راسي هاد التشالنج هذا، كنت عارفه راسي ما غاديش ننجح فيه، حيتاش 5 دقائق لا بريسيون ديال الوقت كتخليك كتلف، كتبقى تقول ما عرفتش شنو ندير شنو ما نديرش، واش ننقذ هادي، واش نخدم هاد الفار بوبيير ولا هاد الفار الاخر. انا فاش ساليت الفون دو تان وزيت ندير الكونتور وبانت لي بقات 2 دقائق، نورمالمون ما كنتش غادي نخدم هاد البرونزور ديال الاسانس، ما كنتش ولي ناويه في الاول نديرو كاي شادو، كنت باغي نخدم لا باليت ديال تويت نويل ديك الصغيوره هادي، هي اللي كنت ناوي نخدم في عينيا، لانه عمرني ما خدمتها بزاف، يعني عمري ما خدمتها لكم هكذا اون كاميرا، كنت ديما نخدم لي دو سوتر باليت الكبار اللي عندي. اي مالوغوزمون مع الوقت ومع لا بريسون الخلع قلت صافي غادي ندير غير هذاك النيت ديال البرونزر ديال الاسانس. ولكن باش نتفقوا ونكون واضحين بيناتنا، غادي نتمشيو لا فيديو ديال تويسا لو غتقول ليها راه سيام الا تري بيان ريوسي لو تشالنج، راه هي اللي ربحاتك باش ما تبينوش انا اللي خسرت، وسيروا شوفوا لا فيديو ديالها وردوا عليا. جو بونس هاد الميك اب باقي خاصو شويه ديال لا لوميير. صافي خدمت لا باليت ديال تشيرو، واخا قلتوا لي ما تبقايش تخدميها، ولكن راه باغا نشري لونتيسيغ اللي انا باغا نشري هو ديال كاتريس، اي باقي ما خرجتش باش نشري. قالوا لي كاين لي برودوي ديال كاتريس في فيرجن ميكا ستور، البارفيم غير اللي حدا انا عمرني ما لقيتو، وما بغيتش نجرب شي انتيسيغ اخر وما يعجبنيش. بغيت ديال افون مي لي تانت ما كاينينش بزاف، كاين دو تانت يعني ماشي شي حاجه كثيره. والبنات بغيتكم تمشيو لا فيديو ديال سبيسال اون كومونتير تقولها بلي رجيتو من القناه ديالتي، اي تقولها بلي انا اللي ربحت واخا انا جي باغي يوسي لو تشالنج. المهم انايا ما خشيتش بزاف غير الكرايون في الاخر اللي ما درتوش كامل، ما درتوش مزيان، اي ما درتش الايلايت، ماشي ضروري الهايلايت في كاع لي ميك اب. دونك سيروا عندها وقولوا لها جيتو من القناه ديالتي، وقولوا لنا بكل شفافيه ومصداقيه شكون اللي نجحات في التشالنج، وانايا جي ترو ات باش نشوف بيصال هي اشنو دارت، شنو لو ميك اب اللي خرج. قولي لي كي جاكم واخا هكذاك هاد لو ميك اب هذا، واخا خربقتو ونقصت في لاند تاب وما استومبيتش داكشي كامل مزيان، مي قولوا ليا كي جاكم لو ريزولتا ديال ان ميك اب اللي دار في 5 مينوت. كندير لكم بلان دو كو بيزو، نقول لكم على بروشين.